عليك 8 دقايق و5 ثواني ضاعوا من عمري. يا خساره. ما تزعلش نفسك، انا لسه جايه دلوقتي. انا كنت خايف لما تجيش وتعمليها فيا زي اول امبارح وتسيبيني ارن من 4 لـ6. غصب عني جانا ضيوف من الاسكندريه ما قدرتش اسيبهم. ما فيش تليفون؟ ما عندناش تليفون. تليفون الجيران البقال بتاع السجاير. انت عارفه يريحني. مش عارف انت ايه بالنسبة لي وحياتي. يا حياتي يا ضلال يا غشاش ابو 60 وش، نفس الاسطوانة مع كل واحدة يا منحط. مين دي يا محمود؟ مادموزيل ميرفت، مادموزيل عفت. شلق وانت كمان شلق، وانت اسفل، وانت منحط، وانت ما عندكيش دم، وانت ما عندكيش اخلاق، وانت خطافة، انت مجرمة، وانت صرصانة، انت بعوضة. كفاية بقى يا استاذ قلبت دماغي، بقالك ساعتين دلوقتي وانت عمال بتحكي لي في تاريخ حياتك. أنا عاوز أعرف المحامي جاي ولا مش جاي؟ طبعاً جاي. وافرض يا أخي متأخر، تقدر تعتبرني برضو أنا محامي، بس فرقة بنط. أصل أنا والأستاذ محمود أصحاب من زمان، من أولى ابتدائي لغاية تالتة حقوق، بس هو بقى كمل المشوار وأنا بلطت بالسكة. يا سيدي قلت لي الحكاية دي 40 مرة، أنا وقتي مش بلاش، بقالك ساعتين دلوقتي. إنما برضو الواحد يحمد ربنا، وكيل محامي أحسن ما فيش ولا إيه؟ يا أستاذ أنا عاوز محمود مختار المحامي جاي ولا مش جاي؟ وغلاوتك عندي أنا أدي 20 محامي. تعالى بس راح فيه. إيه هي بس القضية؟ جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد. براعة من أول جلسة. يا سلام. أحلفك على مصحف. سلام عليكم. تعالى بس يا إكسلانس، تعالى يا عم، تعالى يا أستاذ. بس أهو أهو الأستاذ وصل. أهو أستاذ محمود زميلي. غور. مين ده؟ زبون يا أستاذ، بقالنا شهرين ما شملناش ريح الزبون، ولما يهل الزبون تطفش حضرتك. في 60 داهية. أنا رأيي نسك الدكان ده ونستريح. المزاج العالي أهم من كل حاجة. كنت بتروق المزاج العالي فين؟ زي العادة في السينما طبعا. وشفت كام فيلم ها؟ الجوز سارح بيتين بره وأربعة بيسألوا عليك هنا بالتليفون. طب يا أخي حدثني بواحدة. ومين هم الأربعة اللي سألوا عليك؟ شريفة ونعيمة وهدية والبيت الإجريجية. انت ما بتشبعش؟ ما بتزهقش؟
حد يزهق من السينما. انا لما اروح اقابل واحده بالظبط كاني شفت فيلم ممتع. الفرق الوحيد ان لما اروح السينما ببقى متفرد، انما لما اروح اقابل واحده ببقى انا المؤلف وانا المخرج وانا البطل. كل يوم روايه جديده وبطله جديده واغاني جديده. الا بطله واحده مش هتقدر تغني عليها ابدا. انا وراها والزمن طويل، دي اهم قضيه في حياتي. بقالك 5 سنين مش قادر تكسبها. وماله مش بتتاجل؟ لكن هكسبها لا يأس مع ناديه. صباح الخير يا ست ناديه. اهلا رؤوف، عملت البرواز زي ما قلت لك؟ حسب طلب حضرتك بالظبط. متشكره. العفو. الله، صوره جديده يا ناديه. دي اخر صوره من المجموعه اللي حاطه. مدهشه مدهشه. هايله. فيها براءه وخفه دم زي كل صورك. ما فيهاش سكس. ما تعرفيش تكسمي حب انوثه سكس. اتعلم منك. اهو ده السكس. ارسمي. طب اثبتي على كده. حلو قوي. امسكي نفسك يا ميرفت. ما تتهزيش. اتفضل يا ستي. في الحقيقة هي صورة عظيمة، تقدري تعتبريها مدرسة جديدة في الرمزية. أنا شخصيا يعني عايز أقول اشرب يا أبو حنفي. شم. نمرة لطيفة. أفندم؟ مستحيل كنت أقبلها من واحدة تانية أبدا، لكن منك أنت مقبولة. أنا ماليش دخل. أنت فاكراني زعلت؟ بالعكس، أنا أحب الهزار قوي، أموت اللي ينغشني. أصل اللي يحب إنسان دايما ينغشه. الكلام ده تروح تقوله للي نغشتك. هي مين؟ صاحبة الصورة. على فكرة أنا شفت الصورة اللي أنت رسمتيها من شهرين معروضة في محل والناس ملمومين عليها وسدين الشارع. أنهي صورة؟ قصدك صورة الشروق؟ أيوة هي الشروق. والناس كانوا بيقولوا إيه؟ مطلعينك السما. نادية الفنانة، نادية العظيمة، نادية الأمورة. مش مصدقني؟ ده أنا حتى حبيت أشير الصورة لقيتها متباعة. مين اللي قال كده؟ صاحب المحل. كذاب. أنا كذاب؟ العفو، صاحب المحل. الصورة لسه عندي في البيت يا أستاذ. لا يا شيخ، يبقى لازم صورة تانية. ونادية تانية. مفيش غير نادية واحدة في حياتي، لكن أنا مش قادر أدخل حياتها. أعمل إيه؟ مش تبطل بقى الأسطوانة دي. الصورة دي روعة، فيها جمال، فيها فن، فيها كل حلاوة الدنيا ورقتها. بص في الصورة علشان تشوف فيها ايه. عايز اشتريها. ابقى اشتريها من المعرض. طب نكتب عقد. عشان ايه؟ عشان اسبق غيري، بقالي 5 سنين دايخ على صورة منك. بس كده؟ اتفضل يا سيدي، هدية مني. مقبولة منك. يا بوي عجبتك الصورة يا ميدو؟ جو 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 استهان، فكرتني بصورة غالية عليا قوي. ولد مخيمر، توتا فيمون فيس مخيمر. ابنك يشبه الطفل ده؟ الخالق الناطق استهان، ربنا يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. ربنا يعوض عليك. اسمع انا عزمك على المعرض، لازم تيجي. ضروري اجي استهان. مبارك سعيد يا نادي هاني. ازيك يا امين؟ الله يسلمك. هو الاستاذ محمود مش هنا؟ لسه ماشي دلوقتي. وبعدين بقى ده الزبون مستني في المكتب، لا يطفش لاخر. انتوا مش عندكم تليفون في المكتب؟ 2 يا ست هاني، 2. طب ليه ما سالتش على الاستاذ في التليفون؟ عندها حق، لو في مخ هنا مش بطيخه ما كنتش مطخ المشوار ده كله. انا قلت ادور عليه بنفسي. عشان تقابل سميده وتاخد لك كاسين عرق على الماشي. جود بليس يو مس ناديه.
مفيش حاجة بتخفى عليك في النادي ده واصل. خلي الصورة عندك وانا حاب اخدها بكرة. عمرك يا ست الكل. اطلع بالازازة. ميدو. ميدو. سميدة. أنا دلوقتي أسعد إنسان في الدنيا. ليه؟ عشان ابتديتي تحسي بيا. عشان حجزتي لي الصورة. بس دي مش محجوزة علشانك. إزاي الكلام ده؟ غيرك سبقك. أيه يا مين؟ السلام عليكم. الخالق الناطق ولدي. واه، مين اللي اشتراها؟ ليني؟ هدية مني. أهلي؟ على حسب الريح ما يودي الريح ما يودي الريح ما يودي وياها انا ماشي 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 ولا بيدي. انت جيت يا نادية؟ لسه داخله دلوقتي يا خالي. يا ساعة كام؟ 11:30. يا ده انا نشيت جامد زي حال المعرض. انا مشيت بدري. كان نفسي تكون موجود للاخر يا خالي علشان تشوف تلمستك. ده انا مدينا لك بالنجاح ده كله. مش تمام، موهبتك ومجهودك هم اللي وصلوكي. وتوجيهاتك يا استاذ يا خالي يا بابا يا ماما يا صح عمي. تمام، كان في ناس كتير في المعرض. يوه كان مليان. بعت كم صوره؟ 2. 2 بس؟ مش تمام. ما انا ما بعش صور الا للانسان اللي يفهم ويقدر. صح تمام. طلع الخالي. ايه ده؟ الو. مساء الخير يا ناديه. تسمح اجي لك دلوقتي؟ عايزك ترسميني يا فندم. اعتبريني زبون. زبون وعايز يترسم. ولازم تترسم في نص الليل. بتقول ايه؟ مش جاي لك نوم؟ اعقل بقى يا محمود وكفايه رغي في الموضوع ده. تصبح على خير. مين اللي كان بيكلمك؟ ده الاستاذ محمود مختار. قال ايه؟ عايز يترسم. وليه لا؟ انا شخصيا ما عنديش مانع انك ترسمي. محمود ابن حلال ومركزه كويس. ايوه بس عمايله ما تطمنش. صح تمام، هو عفيد شويه، لكن تعرفي دايما الشبان العفاريت دول بعد ما يترسموا بيعقلوا. انا هفضل نازل فيها حب لغايه ما تزهق وتحبني. انا عندي فكره صاروخيه توصلك لها في غمضه عيني. هما كلمتين اتنين تقولهم لها على طول يا فاتح قلبها. قول يا فالح غرقني. هما ايه كلمتين؟ شوف يا سيدي، سيادتك تلبس تتشيك تتهندم كانك رايح على البيت على طول. تخبط على الباب هرد عليه خالة. مين؟ انا محمود. محمود ليه؟ انا محمود الولهان. ولهان ليه يا محمود؟ عشان بقالي 5 سنين تعبان. وعايز ايه يا استاذ تعبان؟ انا طالب القرب منك. اتلهي يا استاذ خيبان. ايه بيخة؟ قديمة ودمها تقيل. أنا جوز بتاع إيه؟ ناقصك إيه؟ فلوسك كتير وراجل يغطي بيتين. أهو مصرفها على بيت وجواز وعيال. ما مش قادر توصل لها. اتجوزها وبعدين. وحياة شنبك اللي لسه مطلعش. حد يخنق حريته بايديه؟ حد يدخل القفص برجليه؟ كده خلاص بقى يا صاحبي،
ابعد عن ناديه. عشان ايه؟ عشان مش هتقدر توصل لها، دي بنت مظبوطه. وانا كمان راجل مظبوط. الو مين؟ زيزي يا روح قلبي، كنت لسه في سيرتك، كنت حاسس انك هتطلبيني حلاوتك، بس ما تاخريش لانك وحشاني موت. باي باي يا روح. اما مظبوط بشكل. حضر الويسكي يا فصيح. حلاوتك مفيش. انت ايه بالنسبه لي يا سوير؟ انت كل حاجه. والبنات التانيين؟ كنت بدور عليكي دي، كنت تايه هناك، كل واحده كنت بفتكرها انت لحد ما لقيتك. سوير انا عايز اقابلك بعيد عن النادي. ليه؟ ناخد راحتنا، نتكلم، نضحك، نقول حاجه. طب فين المكان اللي يعجبك؟ انا تحت امرك. تحب يا متوفين؟ افكر. فكري واديني تليفون. تليفوننا خسران. تليفون الجيران، البقال، بتاع السجاير. انت عارفه في كام تليفون في مصر؟ 1,121,512 تليفون. اي تليفون من دول يريحني. عايز ترتاح؟ نفسي. قابل بابا وخد منه ميعاد. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. حلوة. قلتي ايه بقى نادية؟ في ايه؟ انت نسيتي؟ فكري. الصورة مش هترسميني؟ ها؟ اجيلك الاستوديو امتى؟ ما رديتيش عليا. افهم بس، خليكي صريحه، مالكيش نفس ترسميني؟ شكلي مش ولا بد. انت عايز ايه يا محمود؟ عايزك تصدقيني. اجمل حاجه فيك انك كذاب، لو صدقتك هيبقى دمك تقيل. يعني هتفضل فكرتك عني على طول، كذاب ولعبي وسافل. انا فكرتي عنك انك انسان كبير وقلبك طيب. الله يكبر بخاطرك. بس مليان شقاوه. الله يسامحك. وايه كمان؟ لازم الانسان ده يركز شويه ويبطل شقاوه. ما عنديش مانع، نتقابل النهارده ونبطلوا شقاوه. ما احنا متقابلين اهو. لا هنا ما ينفعش. انا عايز اقابلك بعيد عن النادي. ليه؟ ناخد حريتنا، نتكلم بصراحه، نقول اللي في قلوبنا. نتغدى سوا؟ اتغديت. طب نتعشى سوا؟ بتعشى مع خالي. طيب نتفسح في العربية، نشم هوا. هو في أجمل من هنا هوا؟ يعني مفيش فايدة. ما تتعبش نفسك. طيب عن إذنك بقى عشان رايح. عارف السينما. اتفضل. شكرا. أنا زعلان لأنها مش عايزة ترسمني. دي بتحتقرني. مش تمام، نادية بتحترمك عشان انت محترم. الف شكر. بس الانسان يروح للفنان عشان يرسمه يقوم يبص له من فوق لتحت، يعني ايه؟ يمكن تلاقي الزبون في الكلام ما عجبتش الفنان. اهو سيادتك استاذ كبير وفنان عظيم، انا مش عاجبك؟ كلك على بعضك تعجبني، بس يا خساره شيء. وهي الشقاوه هتطلع في الصوره. تعال يا نادية. محمود زعلان انك ما رضيتيش ترسميه. انت جاي عشان كده؟ ايوه. يعني عايز تترسم؟ عايز. طب اتفضل. عن اذن سيادتك. اتفضل. اتفضل اقعد هنا، مش عايزه كلام، مش عايزه حركه. عشان ايه؟
عشان ارسمك. هو انا جاي اترسم؟ امال جاي عشان ايه؟ الله، ايه المقابله الساعه دي؟ انا ما اديتكش ميعاد. اديني ميعاد. اجيلي كام ده؟ مش فاضيه. انت غاويه تعذيب، ما كفاكيش خمس سنين؟ 1725 يوم نازل فيك حب ليل ونهار. بطل تهريج. انا بتكلم جد. يبقى دمك تقيل. مش مهم، المهم تصدقيني انا بحبك. وانا مش بكرهك. ايه في حاجه دي؟ فيها جرح لكرامتي. ما هو لو كنت بتحبيني كنت عرفت ان مفيش حاجه في الحب اسمها كرامه. لا يا استاذ، يا محامي، يا مثقف، الحب هو الكرامه، هو الاحترام. لو شلت الاحترام من الحب يبقى اي حاجه الا الحب. ده كلام انشا. كلامك انت اللي كله انشا. انت ممكن تبوس اي واحده، لكن الفرق ان اللي بتحبها بتبوسها وانت بتحترمها، واي واحده تانيه بتبوسها وانت ما بتحترمهاش. انا متاسف وغلطان، حقك علي، سامحيني. اتفضل. والله العظيم انا خارج الا لما تسامحيني. نسامحك يا سيدي. قوليها من قلبك. من قلبي. اشوفك في النادي بكره، ان ما كنتش هتيجي تديني تليفون. تليفون عطلان. تليفون الجيران والبقال وبتاع السجاير. انت عارف في كام تليفون في مصر؟ 1,121,512 تليفون. ها صح تمام؟ لا مش تمام. ليه؟ مش قادرة أصدقه يا خالي، ده إنسان هوائي، لعبي، كل يوم مع واحدة شكل. تفتكر يعني إنه أفتكر النوع ده لما يحب جد يفكر في الجواز هوا. المهم طلب جواز. مطلبش. ألو نادية، تتجوزيني يا نادية؟ بتقول ايه يا محمود؟ تتجوزيني؟ ها؟ هحبك باحترام وابوسك بكرامة. تتجوزيني يا نادية؟ مش هحبك، بحبك بجد. ها؟ تتجوزيني بقى. صح تمام. ردي عليا يا نادية والنبي تتجوزيني. صباح الخير يا امير. صباح الخير يا استاذ. تعال انا عايزك. انت فاكر السينما اللي دوختني خمس سنين وما قدرتش عليها؟ سينما ناديه؟ خلاص يا عم هتجوزها. ايه ده؟ جد ولا هزار؟ بقول لك هتجوزها. وهتجوزها ليه؟ اعمل ايه ما دام ما قدرتش عليها؟ يعني مش هتتجوزها؟ ايه الزكاوه دي كلها؟ عندك حق. انا غبي. نقول كمان. سيادتك هتجوزها عشان تطولها؟ ولا هتتجوزها عشان تتجوزها؟ جواز ايه يا استاذ يهبل؟ انا فاضلي جواز، مساله اسبوع اتنين، شهر بالكتير، لحد انا ما تتملي، فهمت؟ حمار. مين ده؟ انا. انا اقول لك على اقتراح كويس. ننزل النهارده سوا ننقي الفرش، أنا عايز أغير فرش الشقة كلها. أنهي شقة؟ اللي أنا قاعد فيها. لا يا سي محمود، شقتك دي ما بقتش تروحها. بيع عفشها. ونسكن فين؟ مفيش شقة. نسكن عندي، هي صحيح شقة واستوديو لكن تكفينا. وكمان ما أنا موافق. بس أنا ليا طلب عندك. إيه هو؟ نتجوز النهارده ونسافر نقضي شهر العسل. مش معقول يا محمود، مش بالسرعة دي. سرعة؟
ده انا بقالي 5 سنين بدور عليك، كل ما قابل واحده يتهيأ لي. سكت ليه؟ ما تكمل. اصل افتكرت ان انا قلت الكلام ده قبل كده، كنت بقوله كتير، انما دلوقتي خلاص انا كنت تايه لحد ما لقيتك، لقيت نفسي. ده انا حتى دي كمان قلتها. وهتقولي الكلام ده تاني امتى؟ ما خلاص بقى. توبة. محمود يحب التغيير. محمود اتخلق من جديد. يمكن يحن للقديم. انت اللي هتخليه ما يرجعش للقديم. انا بحبه. وهو بيحبك. ولو خان حبي؟ مستحيل. علشان يفضل حبنا على طول لازم نتفق. ايوه نتفق. انا احب الصراحة. زي ما هتعمل انت انا هعمل. يعني يعني لو خنتني هخونك. موافق. فكر كويس. موافق. إنسانة واحدة بس اللي بحبها، وهفضل طول عمري أحبها. مستنيه حبك في كلمة. الحب مش كلام. كلمة واحدة بس فيها كل معاني الحب الحقيقي. كلمة عمري ما قلتها لحد، وهفضل اقولها لك انت لوحدك. مراتي. نادية مراتي. اتنين وربع. مش حضرتك قلت انهم هيجوا الساعة 12؟ التلغراف اللي بعتته نادية بيقول كده. طيب امشي انا بقى وابقى اطمن عليهم العصر. سلام عليكم. سلام عليكم. طب على فكره بقى، مفيش تلفزيون الساعه 2 الا يوم الجمعه بس. صح. تمام. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا أمير. الله يسلمك، هات الشنط. الحمد لله على السلامة. أهلا، إزيك يا أمير؟ الله يسلمك. إزاي الحال؟ جدا. والمزاج؟ جدا جدا. السينما عجبتك؟ جدا. سينما إيه؟ الفيلم. لا يا أمين، دي مش سينما ولا فيلم، دي نادية. مليون مبروك، مليون مبروك. هشرف المكتب إمتى؟ لا يا حيدي، أنا في إجازة. بقالك 40 يوم، أظن كفاية قوي. تقومي تصحيني الساعة 7؟ الساعة 7 تصحى من النوم، 7 ونص تفطر، 8 تروح مكتبك، 9 في المحكمة. 10 أطراف، 11 أتنرفز. 12 تشرب سجارة. 13 أبوسك. طب يلا قوم عشان تروح المكتب. أعمل إيه في المكتب؟ تعمل إيه؟ تشتغل. أنا فاضي للشغل. لا يا محمود، لازم تشتغل. وجودك في مكتبك أهم مني ومن البيت ومن الدنيا كلها. أنا عارفة أنك مش محتاج، لكن لازم تشتغل. أنا عايزة جوزي يبقى محامي كبير ناجح، شهرته مالية البلد. يلا يا محمود، قوم يا محمود. مش ممكن نخلي المسألة دي لبكرة. لا، النهاردة. قوم، الوقت سرقنا. قوم يلا. يونيو ويوليو وأغسطس. لا يا سهير، مايو ويونيو ويوليو وأغسطس. نادية اتجوزته يوم 15 مايو، يعني بقالهم متجوزين 4 أشهر و6 أيام.
برافو يا نادية، عرفت تلجمه. اظبطوا ساعتكم، واحدة ونص تمام بيجي ياخدها. بقى محمود ينقلب بالشكل ده، ده مش طبيعي ابدا. ما هو لو كان فيها ميزة عني. قصدي عننا كلنا. كلمي عن نفسك. وانا خايفة ناجية مش احلى مني ابدا. ياي الحمد لله لحقتك. ابله سلوى، مدام نادية، استاذ محمود. اهلا مدام. ابله سلوى عندها قضية تركة والورثة بيعكسوها، قلت لها مفيش حد هيخلصك منهم الا الاستاذ محمود، ايه رايك؟ تحت امرك يا هانم، اتفضلي في المكتب في اي وقت. متشكره قوي يا استاذ محمود، فرصه سعيده يا مدام نادية. ميرسي. اهلا مدام سلوى. ايه ده؟ شمي. وبعدين معاك؟ الساعه 2 الا 5، انا ليا بوسه متاخره 10 دقائق. وحشاني، وحشاني موت. عارفه ان وشك حلو عليا النهارده، جالي 3 قطايا جداد. عشان تعرف ان محمود محامي شاطر. محمود هوائي؟ لا، بيحب التغيير. قديمه. الاستاذ محمود موجود من فضلك؟ اتفضلي قبل الوكيل يا فندم. حضرتك الوكيل؟ انا القتيل. الاستاذ محمود موجود؟ لا، نقوله مين يا فندم؟ مين؟ قول له مدام سلوى. سلوى موجود ولا مش موجود؟ موجود يا فندم، موجود. اتفضلي لحظة واحدة. اتفضلي يا مدام سلوى. مع السلامة. مع الشكر. شكرا. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور يا فندم. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازاي المدام؟ بخير الحمد لله يا فندم. على فكره المدام بتاعتك لطيفه خالص. متشكر قوي، تحت امرك. في الحقيقه يا سيدي انا واقعه في مشكله مع اهل جوزي. اصل المرحوم كان راجل كبير واتجوزني صغيره قوي. اسمح لي ادخن. اتفضلي. أنا كنت بقول إيه؟ وجوزني صغيرة قوي. قرايبه طبعا كانوا بيكرهوني جدا وحاولوا يطلقوني بأي شكل، لكن ما أمكنش لأن الراجل كان بيحبني قوي. يظهر بقى إن حضرتك مشغول، أبقى أجيلك وقت تاني. لا أبدا يا فندم، أنا تحت أمرك، اتفضلي. أنا كنت بقول إيه؟ الراجل كان بيحبني قوي. ده أنت مدهش، ده مش معقول تقرأ وتسمع في وقت واحد. دي مهنتي. وبعدين يا فندم؟ الراجل قبل ما يموت. بلاش التفاصيل، نخش في الموضوع. الله يرحمه قبل ما يموت كتب لي عمارتين، اهله طعنوا بالتزوير، لكن وحياتك عندي انا ما زورت ولا عملت حاجه ابدا، هو اللي كتبهم لي وانا ذنبي ايه؟ الله يرحمه. ميرسي يا استاذ محمود. المطلوب دلوقتي انك تجيبي لي الاوراق الخاصه بالموضوع علشان افحصها وبعدين اقول لك. وهتقول لي امتى؟ لما اطلع. وتحب تطلع امتى؟ تحت امرك، المكتب تحت امرك. ميرسي، انت لطيف قوي. العفو. مع السلامة. الله يسلمك. يا حبيبتي، ايه الفيلم الهايل ده؟ فيلم ايه؟ اللي كان هنا، السنيورة اللي كانت هنا. ما شفتهاش. ما شفتهاش؟ ما شفتهاش ازاي؟ ده فيلم بالالوان، ده فيلم سكوب، ده انتاج عالمي. انا خلاص مش هشوف حد غير نادية. يا
يمكن اقابل ستات كتير لكن ما بشوفهمش. عينيا ما بقتش تقدر تشوف غير ناديه. يعني خلاص بطلت السينما؟ ده كان لعب عيال. تاكد يا امين ان مفيش متعه حقيقيه الا في الاستقرار، استقرار القلب واستقرار العقل. يا مثبت القلب والعقل والدين. الحمد لله انا ما بقتش عايز حاجه من الدنيا. خد يا امين. ايه ده؟ مفاتيح الشقه ما بقتش تلزمني. اسلمها لصاحب الملك؟ لا خدها علشانك. سكنا خاصا واجرتها على حسابي. ده قلاوه كبيره قوي يا استاذ. ما انت كمان بتتعب قوي يا امين والجوابات دي احرقها. احرقها؟ انا هذاكرها هحفظها صمت. وحلاوه بقى مربينا هداك بالست ناديه وتابع عليك. انا ليا طلب صغير. ما دام سيادتك بطلت تروح سينمات ابقى فوت لي التذاكر اللي بتجيلك. يا ريتك يا امين تعال وتستقر زي. افتح الله. السلام عليكم. رايح فين؟ رايح السينما. الحلوة قابلتني لقيت هواك لبصر. يا عمري يا عمري عليك. قلت لها ليه ظلمي ده؟ قالت له ده اللي حصل. يا عمري يا عمري. يكسف عمرك من بدري. شطبت القزازة؟ ولا يهمك. نجيب قزازة وقزازة وقزازة. المخزن مليان والتليفون جاهز والبقال موجود والحساب مفتوح. ولا يهمك يا استاذ محمود. الهي يخرب بيتك قبل ما تخرب بيته يا بعيد. اسمع انت فكرك جوازة ابو حنفي دي هتعمر؟ ان شاء الله هتعمر 100 سنة. انا حاطط ايدي على قلبي. ياك وجع قلبك محمود. لو ما عمرش هيجي هنيها عشان ياخد الشقة بتاعته ونتحرم احنا من النعيم اللي عايشين فيه. يا فصيح يا ابني النصحة. وعرفتها لوحدك؟ امال انت فاكرني زيك ربش؟ اديني عقلك وامشي حافي. صباح الخير. صباح النور. صحيت امتى؟ الساعة 5. طب ما صحيتنيش ليه؟ عايزك تاخدي راحتك. انا راحتي جنبك يا حبيبي. اروح اعملك الشاي. شاي ايه؟ وده وقت شاي. الشاي. الشاي. ماشي 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 ماشي. الأستاذ موجود؟ ماشي ولا يعني موجود؟ لا يا فندم مش موجود، زمانه جاي. اتفضل استريح. اتفضلي. قهوة، شاي، تمر هندي، كركديه، حاجة سخنة. حاجة ساقعة قوي. حاضر يا عبدو. أنا هستناه في المكتب. عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش أي مانع. اتفضلي. ماشي 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 ولا بيدي على حزب الريح. ألو. اهلا زوزو. يا صباح الجمال والدلال والحب والمعنى واللي مش عارف ايه وكل شيء معنى. تسلم يا روح زوزو. ازيك يا واد انت؟ وحشتني يا مضروب. وانا مخصمك يا كوبا. 3 ايام لا حس ولا خبر. تليفونكم كان عطلان؟ طب تليفون البقال، العطار، الخرداج، الجزمري. انت عارفه مصر فيها كام تليفون؟ 1,121,512 تليفون. اي تليفون من دول كان يريحني. يا حبيبتي اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ محمود. ان شاء الله تكوني جبتي الاوراق معاك. الاوراق كلها موجوده بس الحقيقه انا عندي بعض ملحوظات كده عايزه ابقى اقول لك عليها. اتفضلي يا فندم. الراجل الله يرحمه قبل ما يموت تسمح لي ادخن؟ اتفضلي. الراجل الله يرحمه قبل ما يموت. اتفضل.
اهلا مدام ناديه. ازيك يا مدام سنة؟ الله يسلمك يا حبيبتي. ما تتصوريش انا مبسوطه قد ايه بمعرفتك انت والاستاذ محمود. تتصوري جوزك اكد لي انه هيكسب لي القضيه 100%. طب استفتحيني بقى، تاخدي كام تذكره؟ تذاكر ايه يا روح؟ النادي عامل حفله يوم الطفوله. ايه كام تذكره؟ تذكره واحده. انا اصلي وحدانيه، المرحوم قبل ما يموت. اتفضل. ماشي. ايه ده 20 جنيه؟ التذكره ب 3 جنيه بس. عشان الاطفال، اصل الحقيقه انا محرومه منهم. المرحوم قبل ما يموت كان نفسه قوي في ولد. صباح الخير. ازيك يا امين؟ خد سي القضيه دي، طلع الاوراق المهمه ورجع الباقي للمدام. اتفضلي معايا يا فندم. متشكره. عن اذنك يا مدام. اتفضل. ايه المفاجاه السعيده دي؟ ما قلتليش انك كفيتي عليا. اصلي لسه مستلمه التذاكر دلوقتي، فحبيت ابيع لك انت اول واحد، وسلوى هنا مسبقتك. اتفضل يا بيه، تذكرتين. ايدك قوي يا روحي قوي. وادي كمان 6 جنيه. ايه 6 جنيه بذمتك؟ مش مكسوف؟ دي سلوى هانم دفعت في تذكره واحده 20 جنيه. هات يا بيه هات. هات. ايه ده؟ ونونو كويس. لفي شويه لفي. قبل نادي قبل نادي. اديها واحده يا حبيبتي. اطلع من فضلك يلا بسرعه. وريني كده. ايوه كده احرقي شعرك. ايوه مساء الخير. مساء النور على البنور. اديني كاس ويسكي. بنزروكس. اندروكس. ميرسي يا مينو. كل سنه وانتم طيبين. احتفالا بعيد الطفوله يسرنا ان يقدم لكم بيت الازياء بلانج بلانج، ازياء للطفوله والسن المرح. يلا يلا. هلا ستو. يلا احنا وراها. وريني. دينا في موديل هالي جالي يصلح للفلاش، والموديل التاني اسمه الدنيا حر وبتعرضه تيتا، وده مكسوف وبتعرضه هاله. سلوى هاني عاوز حضرتك. هي فين؟ هي دي. عن اذنك. اتفضل. اهلا سلوى هانم. اهلا بيك. اوعى اكون ازعجتك. لا ابدا. اتفضل اقعد. فستان سبور من القطن وبتعرضه تيتا، انسامبل للبلاش وبتعرضه عزه، ويظهر ان شنطته تقيله فسموه شليل الشنطه. تفتكر هكسب القضية؟ أنا خايفة. ربنا يستر. أنا عندي أمل كبير قوي. نتكلم في المكتب أحسن. في المكتب ما باخدش حريتي. وهالة بتعرض لنا موديل وحوي وحوي، وده فستان موديل فنجام. الآن كنت عاوز تتفرج على العرض؟ طب وإيه اللي قعدك؟ أقول لك أنا، لأنك راجل جنتلمان ما يصحش تسيبني قاعدة لوحدي. وده فستان جديد في نوعه اسمه عين الشمس، وعزف في انسامبل جميل اسمه معمورة. اما نامي فبتعرض لنا دلوقتي فستان اسمه مروحة. يا ريت ما كنت اشتريت تذكرتين من نادية. ليه؟ كنت جبت حد معايا بدل ما انا قاعدة مضايقاك. بس كنت هجيب مين؟ حياتي فاضية، مفيش حد يملاها علي. اتنين ويسكي.
الفستان اللي قدامنا ده واللي بتعرضه هالة فيه لمسة فرعونية، ومها بتعرض لنا موديل كرنك. وفي ختام العرض بنقدم لكم بيجامة بتعرضها باكينام. الله، دي بتتاوب. يظهر كابس عليها النوم، وعايزة تقول لكم تصبحوا على خير. يا حرام. نعم. اللي يشوفك كده يقول عمره ما كلم ستات. لا بتكلم. أمال إيه اللي ماسك لسانك؟ خايف من مراتك؟ ما أحبش أجرح شعرها. مع إني سمعت عليك حكايات وروايات كان زمان. ودلوقتي؟ خلاص بقى، اتجوزنا. طب عينك في عيني؟ وبعدين معاكي؟ أنا فتحت بقي. أهلا نادية هانم. أهلا. مش نروح بقى يا حبيبي؟ أمرك يا حبيبتي. تصبحي على خير يا سلوى هانم. وأنت من أهله. دي متلخبطه خالص، كلها تزوير وغش وتدليس وعك، وهي كمان الست نفسها دمها تقيل قوي. كان لازم يعني تكلمني وفضيتها واحنا في حفله. ايه الكلياطه دي؟ انت ما بترديش ليه؟ اوعى تكوني فاكره ان في حاجه بيني وبين الست دي. لو في اي حاجه ما كناش نقعد نتكلم في مكان عام انت موجوده فيه. ولا مش معقول؟ ما تقولي حاجة، أنت بخصماني؟ أنا ما غلطتش، أنا راجل دغري. ما كانش في داعي تقول الكلام ده كله يا محمود، أنا ما طلبتش منك تقولي حاجة. إيه ده بقى؟ تريقة؟ أنا شايفة المسألة طبيعية خالص، محامي وبيكلم زبونة، فيها حاجة دي؟ أنا فاهمك كويس أوي. افرض إنك شفتني في نفس الوضع اللي شفتك فيه، كنت تعمل إيه؟ ولا حاجة طبعًا، لأني عارف مراتي كويس. وأنا كمان عارفة جوزي كويس. أمال فين أمين؟ رايح المحكمة يا فندم. الأستاذ فين يا أنت؟ يا فندم؟ فين الأستاذ؟ أنا. أنت؟ ما يحكمش. ليه بقى؟ مش عاجبك؟ طبعا، ايش جاب الخفافه واللطافه للسخافه وتقل الدم؟ رد، فين الاستاذ اللي مشغلك؟ اتفضل دور عليه بره، هنا محل شغل. شغل؟ يسم على ده دم. انا عارفه بيشغل البلاوي دي ازاي؟ عارفه. بره من فضلك. يلا يلا بره. يا اخويا اوعى انت كمان. محمود يا حبيبي، انت وعدتني انك هتيجي اسكندريه كمان مره وتقضي يومين معايا. هتيجي امتى؟ فاكر اخر ليله اتقابلنا فيها وسهرنا لغايه الفجر؟ عاوزين نعيد الليالي الحلوه يا محمود. تعال قوام يا محمود. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح النور. ايه دول؟
دول كام فاتورة كده ما تدفعوش؟ تلات ازايز ويسكي، تلاتة كونياك، ستة زبيب، اتنين نبيت، جبنة زيتون بستر. ايه ده؟ الأستاذ أمين طلبهم بالتليفون. كل دول؟ أصل خد تمويل الشهر كله مرة واحدة. الحساب ده ما يخصنيش، خده من الأستاذ أمين. واشوف الحساب واطمن عليكم. اطمن قوي، الخير كتير والحساب جاري وانت مش داري. يا سلام. فاكر يا امين؟ طبعا فاكره. يا ما قضيت في البيت ده ليالي حلوه. كانت هنا قعدتي. اه والله والله. يا سلام. وهنا كاسي. هنا هو يا سبيضه، هنا هو. ولا الاوضه دي؟ ايوه الاوضه. الاوضه الاوضه. بلاش الاوضه دي. في اسرار؟ لا لا، اصل الاوضه مكركبه، ها، وسميضه، سميضه ده شايب بميده، كان نايم جوه فراح مبعصها ومعفصها. الهي فعص خلقتك كمان وكمان. يا ولادي ليه؟ فيلمين مره واحده. نعمل ايه بقى، مصل الشقه صيفي. ازيك يا انت؟ مش انت ال ايوه يا سم على ده دم. الله، طب ما انت دمك خفيف اهو. اهو سميت. يا نعم. اعمل لي كاس ويسكي حلو. من عينيا فتقات. في صحتك. في صحة الانس يا انس. ابعد عنه يا فتكات، ده راجل متجوز. يا شباب، حد يعمل في روحه كده؟ انا عملت حاجة؟ تتجوز ليه وتشيل الهم وتعجز قبل الاوان؟ طلعت طفل مش كده؟ لا ابدا، ملحوقه ملحوقه. رقصني يا ميدو رقصني. يا ساكي اثنين. ايه الخبر؟ ايه؟ اتويش تكين لايك ديد لسن، اشوفك كفر
تفرح من يوم ما تبعد تعلمني وصولي ثاني وحال القلب يتكلم وتوستكين يمكن تكون اخر مره نشوف بعض فيها. خير؟ حصل حاجه؟ عايزين يقتلوني. مين دول؟ الورثه. الورثه اهل جوزي بيهددوني بالقتل اذا ما كنتش هتنزل لهم عن العمارتين. دي حاجه خطيره. وانت هتعمل ايه معايا؟ في ايه؟ في اللي عايزين يقتلوني الغلان المتوحشين عشان عارفين ان انا وحدانيه ومليش راجل يحميني. يقتلوك ازاي؟ هي الدنيا سايبه؟ انا هبلغ نيابة هوديهم في داهيه. يعني هتحميني يا محمود؟ لازم طبعا، اي راجل مطرح يعمل كده. خلاص اطمن بقالي دهر. طمني ما تخافيش. صحيح يا محمود، بقالي راجل يحميني ويخاف عليا ويحبني. في المكتب. تحب نروح حته تانيه يا حبيبي؟ نتقابل الليله؟ ما افتكرش. طيب بكره الساعه كام؟ بالليل بعد ما تخلص المكتب. ما بلاش حكايه الليل دي، خليها الصبح. الصبح مؤقتا. طيب يا حياتي هبقى اكلمك في التليفون. باي باي. مع السلامه. ألف مبروك. على إيه؟ كسبت النهاردة أهم قضية في حياتي. صحيح. ساعة بحالها مرافعة. رائع. زلزلت أركان المحكمة. حيل. كنت فاكر نفسي عجزت وبقيت محامي معاشات. فشل. أنا جوزي أعظم وأحلى محامي في الدنيا. صح تمام. ايه ده؟
ده منديل. بالظبط. وده ايه ده اللي فيه؟ ده حبر احمر؟ لا روش. وايه اللي جابه في منديلي؟ اسأل نفسك. افتكرت ده من علي. علي؟ علي اختي. اصلا نسيت اقول لك، انا فوت امبارح على ماما وكانت علي هناك، وانت عارفه بقى علي اول ما تشوفني تنزل فيا بوس وتزوقني بالروش. على فكره بيسلموا عليك قوي. ايه مش مصدقني؟ طب اسالي علي، نمرتها 800. عارفاها لكن مش هسالها. لا لازم تساليها. كرامتي ما تسمحليش اسالها حاجه فارغه زي دي. وانا كرامتي ما تسمحليش انك تلزقي فيا تهمه بالشكل ده. المرة دي هصدقك، مرة تانية مش هصدقك ومش هسامحك، هعمل زيك. ايه ده تهديد؟ احنا متفقين وانت وافقت، لو كنتني هخونك. انا ما احبش اسمع الكلمة دي، ما تقولهاش تاني. انت اللي هتخليني اقولها. الو، ايوه سلمى. لا معلش اجل الميعاد نص ساعه بس، عندي ناس مجتمعين. ايوه قضيه نص ساعه بس. عندنا قضيه في التجاري هصدر فيها الحكم النهارده، وقضيه تعدين اتاجلت لجلسه 17/11. قضية التجاري هيصدر فيها الحكم النهارده، وقضية عبدين اتأجلت لجلسة 17/11. 17/11. أنا عايز مفتاح شقة. أنهي شقة؟ شقتي. الشقة كومبري أسبوع يا أستاذ، أفلام على ودنه. 17/11. أنا مش بهزر، هات المفتاح. إيه؟ هتعمل بيه يا أستاذ سلام؟ ما تسألنيش. هات المفتاح. ايه يا استاذ، ده انت راجل متجوز ومستقيم ودغري. طلع المفتاح. راود نفسك يا محمود، فكر مرتين. انا فكرت وقررت. هات. هتتعب اكتر من كده. تعب كام شهر استقامه واخلاص. يا مثبت القلب والعقل والدين. والدين الو، اديني سميده. ميدو سميده. يس هاي ميدو سبيكينج. اهلا يا مين. حصل ايه؟ مالك تعيس وصوتك حزنان؟ هتقول ايه؟ خد المفتاح يا اخي، خدك ربنا من غير مناسبه، وليه بتديله المفتاح يا قف؟ نويوس الزمار عيموت وصبو عيلعب من غير فلوت. يا اخويا كفايه بقى، شفايفك اتهرت. مفيش داعي للعكننه، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طبعا هتوصلني. طبعا اوصلك. اوصلك ايه؟ خايف؟ لا ابدا. خايف من ايه؟ طب يلا بينا بقى. يلا thank you.
لو كان نازل معاها من اي عمارة تانية كنت قلت صدفة، لكن دول نازلين من العمارة اللي فيها شقته القديمة، شقته وهو عازب. انا كان عندي شك، لكن النهاردة اتأكدت، محمود بيخوني. متتسرعيش بحكمك يا نادية، لازم الاعصاب تهدى عشان المخ يشتغل. انا مش عارفة اعمل ايه يا خالد، مش عارفة اقول ايه، مش عارفة اتصرف ازاي، مش عارفة. السلام عليكم يا جماعة. عليكم السلام. باركولي، هنوني. النهاردة لازم كسبت قضية كبيرة. قضية واحدة، ثلاثة. هدية كبيرة المرة دي. هي هتبقى عادة ولا إيه؟ وأنا ليا من غيرك يا حبيبتي. رحتي فين النهاردة؟ ما خرجتش، قعدت في البيت. ما خرجتيش خالص؟ كسلت. حلوة قوي الهدية دي. مش أحلى منك يا روحي، مفيش حاجة في الدنيا أحلى منك يا حياتي. أستاذ، انت مش بتقول انك لما شفتها كان ظهرها عليك؟ ايوه. خلاص تبقى هي ما شافتكش. لكن انا متاكد انها شافتني. هتشوفك ازاي من ظهرها؟ اوه مفيش فايده، هتفضل طول عمرك غبي. تعرف لو ما كنتش انكرت خروجها من البيت كنت صدقت، لكن كونها تنكر انها خرجت رغم ان انا شايفها بعينيا الاثنين دول تبقى ناويه عينيا سودا. ايه هتعمل لك ايه؟ هتعمل زي ما انا عملت، هتخني زي ما خنتها. يا خبر مطين، تخونك ده ايه؟ ما هو اصلنا متفقين على كده. متفقين على ايه؟ لو كنت هتخن بطول عليا يا غبي. بقى في راجل في الدنيا يحط نفسه في مطب بالشكل ده؟ ما هو انا وافقت علشان كنت واخد المساله هزار تسليه، كنت فاكر ان انا بعد شهر اتنين هزهق واسيبها، لكن اخس تفتكر يا امين نادية تخني؟ والله نشوف. من ناحية الست نادية هي انسانة عاقلة والخيانة مش في طبعها، اما من ناحية الحريم بصفة عامة ربنا يلطف، كيدهن عظيم. منين الورد ده؟ واحد جايبه بيقول للست. شكله ايه الواحد؟ شكله واحد يا سيدي. مفيش كارت؟ في يا سيدي. طب روح انت. صباح الخير، معجب والهان. مين ده؟ هو معجب؟ والهان كمان. والهان؟ ما اعرفش حد اسمه والهان. مين هو؟ ما هو لازم اعرف. وبتسالني ليه؟ ما اسم مكتوب على الكارت، معجب والهان. حاجه لطيفه خالص. اه والله مفعول كويس قوي. الله يا سلام، جنان. أنا هعلمك التنس وأنت ترسمي لي صورة، موافقة؟
مواصلة. تشكر أوي. شم. مش سي. عن إذنك. مرحبا أبو حنفي. هاي. إيه اللي أنت عاملة في نفسك ده؟ إيه؟ عمرك ما شفت واحدة في لبة التنس؟ ومن إمتى بتلعب التنس؟ بتعلم. عندك مانع؟ ومين بقى اللي هيعلمك؟ عنتر. اتفقت معاه خلاص. طب يلا غير هدومك بقى عشان اروح. لكن لسه بدري على ميعاد. لكن انا عايز اروح. حاضر. امرك. الو الو الو، رد يا فندي، رد يا بجر. بقالي ساعة بطلب البيت، النمرة مشغولة. اطلبها انت. سألت سنترال قالوا بيتكلم. وبقى تلاقي الست بتتكلم مع حد من صديقاتها. لا مش مسألة صديقات. ألو سلوى. وحشتني قوي يا محمود. هشوفك إمتى؟ لا معلش يا سلوى، إحنا اتقابلنا مرة واحدة كفاية. أفندم القضية، أنا أفضل إنك تاخدي قضيتك من عندي وتوديها لمحامي تاني. مع السلامة. يا مثبت القلب والعقل والدين. الو، محل الورد؟ انا امين. ابعت الورد حالا. الكارت؟ اكتب عليه مساء الخير معجب والهان. مساء الخير. مساء الخير يا ابني. امال فين نادي؟ في الاستوديو. اهلا ابو حنفي، اول جلسه. ما تتحركش يا عم. هو جه امتى ده؟ مين هو ده؟ اللي بترسم جوه. بقاله ساعتين. هي ناديه مالها؟ انا شايفها اليومين دول متغيره شويه. وحصل حاجه بينكم؟ لا ابدا ما حصلش، بس هي مش طبيعيه. كنت عايزك تكلمها. مش تمام. انت تكلمها هي تكلمك، تحل المشاكل، يحصل تفاهم. صح تمام؟ صح تمام. السلام عليكم ابو حنفي. شم. ليه ما قلتليش انك هترسمي عنتر؟ قلت لك يا حبيبي. ما قلتليش. يوم كنت بتمرن على التنس وسالتني قلت لك ان احنا اتفقنا. ده كان على التنس. لا على الصوره، هو يعلمني التنس وانا ارسمه صوره. انا مش متصور واحده ست تقعد قدام راجل عريان عشان ترسمه. مش في رجاله بترسم ستات عريانين. ده فن يا استاذ، افهم. فن؟ فن ايه ده؟ وايه اللي طلعها في دماغك عشان ترسمي تلح زي ده؟ هو طلب مني ارسمه من قبل ما اتجوزك. ياما طلبت وياما ترجيت. اشمعنى عنتر؟ عنتر ده موديل، اي فنان لازم ينفعل بيه. واخينا ده ايه حكايته؟
صباح الخير معجب والهام. مساء الخير معجب والهام. كتر خيره، واحد بيبعت لي ورد كل يوم عشان معجب بفني. بفنك؟ طبعا بفني، امال عشان ايه؟ ناديه انا عايز اعرف حاجه، في حاجه هنا؟ لو في حاجه هنا يبقى في حاجه هنا. انا مفيش. وانا كمان مفيش. امال ليه متغيره؟ بيتهيألك انت الايام دي بقيت عصبي خالص. ليه كده؟ مالك يا محمود؟ مالك يا حبيبي؟ اجيب لك دكتور. انا مش عصبي ولا حاجه. الو، رد يا حيوان. انت يا رجل اتكلم، لا تديش في خلقتك. يا نهار مزحول، كل دي شتايم يا اخوان. يهمك يا شتايم بتلزق، المهم الخطه تنجح. رايت سؤال، كل يهون عشان خاطر عيون الست نادي. وايه حكايه التليفونات اليومين دول؟ معجب والهان راخر؟ لو كان معجب كان اتكلم. رد انت. الو؟ لا يا فندم، النمره غلط. اشمعنى لما بيسمع صوت هنا لسانه بيتخرس؟ ما هو اتكلم اهو. هو مين؟ انا ايش عرفني؟ واحد طلب البقال اهو طول النهار بالشكل ده. حاجه تفلق، حاجه تجنن. مين اللي بيبعت الورد؟ يخرب مطنه وقال ليه؟ قال واحد مغفل اداني 20 جنيه وقال لي كل يوم ابعت الورد ده. هايل هايل، مليح مليح. سوي هاي سوي سوي على خير. عايزه انام. مش استنى لما اخلص ونقعد مع بعض شويه؟ لا اصلي تعبانه شويه. الو الو، لو كنت راجل ترد يا بخت يا نجم. الأستاذ اللي كان هنا هو اللي جاب الورد ده؟ لا يا سيدي، الصاب اللي بيجيبه كل يوم. ما قالش من مين؟ أيوه يا سيدي قال. قال من مين؟ قال الورد ده عشان الست. متشكرة قوي يا سمير. كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم سهير. يطلع منس سمير ده. بقول لك سهير، سهير. أنا سمعت سمير. سهير يا استاذ، هير مش مير. انا سمعت مير، خرقت ودني. ابقى سلكها، هير يا استاذ هير. انا سمعتك كنت بتقولي متشكره قوي يا سمير. ياه انت حالك بقى صعب خالص. التليفون قدامك، اتفضل اطلب سهير. نمرتها تقول عارفها بس ما اقدرش اسالها لان كرامتي ما تسمحليش. يا سلام، بقى علشان حرف سمعته غلط بتكدبني؟ اشمعنى انا صدقتك يوم المنديل، يوم ما اختك نزلت فيك بوس. انت
بتخونك يا قر. خليها بغل احسن. بغل بغل. لا بدفع احسن. انت زوجتك بتخونك يا بدفع. هو قال لي في التليفون يا بدفع. كتب يا بدفع. ايوه امين. زوجتك بتخونك يا بقف. ما تزعلش كده، اصلي مكتوب كده. تفتكر من مين؟ ايه بقى واحد ابن حرام؟ وابن الحرام ده ما كتبليش ليه قبل كده؟ لازم في حاجه. حاجه ايه لا سمح الله؟ ست نادى نحل بشرفها. ما فيش دخان غير نار. انت شفت عليها حاجه؟ مش قادر اشوف يا مين، مش قادر اعرف. انا بدوامه. ما هي غلطتك في الاول. انا غلطت؟ انت تغلط هي؟ تخني؟ ده انا خنوقه اقتلها. الله، مش لما تتاكد الاول وبعدين تبقى تقتلها. واتاكد ازاي؟ 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 اسمع. هقول انا مسافر اسكندريه يومين، عندي قضيه مهمه وراقبها من غير ما تشعر. وهتراقبها ازاي من اسكندريه يا اخي؟ افهم. تمام، هنفضل رافعين السماعه على طول؟ كفايه كده، الراجل استوى. اكتر من كده هتقلب بجد؟ انا عايزاه يحس انها بجد، عايزاه يحس ان مراته بتخونه حقيقي. مش تمام، محمود لازم يعرف ان ده كله لعب عيال، خيانه مفيش، كله تمثيل. لازم اعذبه زي ما عذبني، لازم. ايوه بتقولي ايه؟ لا لا، بعدين بقول لك. مع السلامه. الله، محمود، ايه اللي جابك بدري؟ في حاجه؟ مسافر اسكندريه، عندي قضيه مهمه. وهترجع امتى؟ بكره بالليل. تيجي معايا؟ لا مفيش داعي، عشان ليله واحده. سافر انت، مع السلامه. محمود اتفضل. ايه ده؟ هديه مني. وايه المناسبه؟ يا ما جبت لي هدايا من غير مناسبه يا حبيبي. احضر لك الشنط؟ لا معلش، انا هوضب. ناديه يلا يا بنتي قولي له الحقيقه عشان يسافر مرتاح. انت مصدق انه مسافر يا خالي؟ تلاقيه عنده ميعاد وعايز ياخد راحته. السلام عليكم. اتفضل. علي. مش تقولي هترجع بكره وتتاخر يومين؟ هستناك على العشاء. محمود ابعت لي معاك كابوريا.
ألو. مساء الخير، أنا أمين. الأستاذ مش هيسافر، هيراقبك. خلي بالك، خلي بالك، هيراقبك. انت عايز الصورة تخلص بسرعة علشان ترتاح من المشاوير. مشاوير ايه دي؟ كلها فركة كعب. الله، انت مش ساكن في البلد؟ لا ابدا، هنا في المعادي. علشان كده بشوفك كتير في شارع نمرة 9. قصدك شارع 12؟ ايوه شارع 12. لازم في الفيلا اللي العمارة الجديدة اللي على الناصية نمرة 1. عرفتها. يبقى لازم واخد الشقة اللي في الروف. لا، في تاني دور، اصلهم ما ركبوش الاسانسير. في حاجة؟ تعبانة شوية، يظهر مش هقدر أكمل النهاردة يا عنتر، معلش. على راحتك، وقت تاني، احنا ورانا ايه؟ تشكر. عن ايه؟ اتفضل. عندي ناس عايز اقعد معاك شويه وقت تاني.
لا دلوقتي. بقول لك عندي جو، ما تفهم ابو حنفي. انا اللي عايز افهم، عايز افهم الناس دول مين. وده معقول ابو حنفي؟ انت بتمنعني ليه؟ عشان عيب. ومالك مضطرب ليه؟ وشك اصفر ليه؟ لا انت يظهر تقلت العيار قوي، انا مش فضيلك. ما هو لازم ادخل. مش هتدخل غصب عنك، لازم ادخل. انا حر في بيتي. ده باين عليه سكران. لا يكون عارف ان انا هنا. ليه؟ هو في جو بينك وبينه ولا ايه؟ ابدا يا حبيبي، دي القضيه بتاعتي كانت عنده وسحبتها. ده حتى محامي خيبان قوي. انا افتكرت في جو. شم. كنت عند عنتر. عنتر؟ عنتر ده ايه؟ استعبطي عليا كمان شويه. مثلي عليا البراء. انا مراقبك من ساعه ما خرجت من البيت لغايه ما دخلت العماره اللي ساكن فيها الاستاذ. يعني كنت بتراقبني؟ ايوه. كنت بتعملي ايه عند عنتر؟ وانت كنت بتعمل ايه في شقتك القديمه؟ مش شغلك. انا راجل اعمل اللي انا عايزه. مش معنى الراجل يعمل اللي هو عايزه، ليه يخون مراته؟ ليه يعذبها ويذلها وهي تخضع وتستسلم؟ عايزه تعملي قانون على كيفك، عايزه تلاقي حاجه تخوني بيها جوزك. وش معنى انت اديت لنفسك الحق انك تخون مراتك؟ يعني خنتيني؟ احنا متفقين على كده. شرينا انت طالب. طالب عزيزي. أمين. عندما يسلق خطابي هذا أكون قد خرجت من حياتكم نهائيا. أعيش بعيدا وحدي، أحاول أن أتغلب على الصدمة قبل أن تقضي علي. أحاول أن أنسى التجربة القاسية التي مررت بها، تجربة حبي لنادية. الإنسان الوحيد التي أحببته من بين المئات التي عرفتهن ولعبت بقلوبهن. فإذا بالقدر ينتقم للجميع مني ويفجعني في أعز مخلوقة على نفسي، لقد طلقت نادية لأني أحبها. صحيح أنني أخطأت في حقها، ولكني كنت أقبل منها أي عقاب إلا الخيانة. لا تحاول أن تعرف مكاني، فإني أريد أن أعيش في وحدتي. محمود. لازم نتمسك بآخر أمل. أمين وسميدة برا، قومي معايا نشوف حل. أنت السبب يا فجر، من يوم ما كتبت الجوابات مش أنت اللي كنت
بتمليني يا خراب البيوت والورد والتليفونات. ربنا ينتقم منك. الاعمال بالنيات يا تربش، ما كنتش عارف ان الحكايه هتوصل للدرجه دي. مش وقته، خلاص اهنش هيتعاتب، اللي حصل حصل. المهم ازاي محمود يعرف ان ناديه ما خانتوش؟ ازاي؟ فهموني. اسال بقى اللي خرب الدنيا. صح تمام. انا اللي خربت الدنيا؟ روح اله يخرب مطنك ويسكت حسك بالدنيا كلها. مش تمام. جاهل. جهر خين. طربش. ماذا؟ امين. ماذا؟ امين. ماذا؟ كمان الشتايم اللي سمعها لنا بالتلفون. طب وشتايم ليه؟ يخرب مطنك، اديني عقلك وامشي حافي عشان محمود يعرف ان انا اللي كنت بكلمه بالتلفون. طيب وبعدين؟ وبعدين انت اسئلتك كتيره قوي وغبي قوي ومخك مقفل قوي قوي قوي. مين؟ أنا زهقان عاوز أخرج أشم الهواء. اتفضل أخرج أنت يا خالي. لوحدي؟ لا لا لا، لازم تيجي معايا. أنا؟ ما هي كمان دي مش طريقة. لازم تشغلي نفسك، ارسمي. زهقت من الرسم. نخرج، نروح النادي. نتمرن على الكروكيه، الحفلة قربت والمدير كل يوم بيكلمني. النادي معتمد عليكي. إزاي محمود يصدق إن أنا أخوه؟ إزاي؟ ألف حمد لله على السلامة يا أستاذ، شغلتني عليك. تعال يا مين، أنا عايزك. أنا جيت عشان أصفي المكتب وأسلم القضايا اللي عندي لأي محامي زميلي. ليه كده يا أستاذ بس؟ الدنيا بخير. امال هتشتغل ايه؟ مش عايز اشتغل، مش قادر. طب اطلع على القضيه دي لو سمحت، اخر قضيه. انا شخصيا ما عرفتش اروح فيها ولا اجي. انت الوحيد اللي في ايدك حلها. مش قادر افكر يا امين. معلش عشان خاطري، اصلها قضيه تهمني انا شخصيا. اهون عليك. براءة يا استاذ يا متسرع، فوت لي الورد، صور الجوابات، ما انا شارح لك كل حاجه. وعنتر كانت بتعمل عنده ايه؟ عمرها ما راحت لعنتر ولا دخلت له شقه. انا شايفها داخله العماره بتاعته. كانت مستخبيه على السلم، بقى مره حضرتك ما اتكعبلت على تاني سلمه وانت نازل. ومين اللي قال لها ان انا كنت براقبها؟
امتى؟ حلوة أوي الجرافات دي. نطلع بقى قوي يا أخي. إيه؟ كنا يا عم بلاش. حد في الدنيا يعمل زي كده. إيه الظلم ده؟ يعمل زي كده ليه؟ يا أبو عين سايبك. مرحب يا مرحب. ازيك يا ميدو؟ وحشتنا. انت اللي وحشتينا يا ست الكل. مدي شويه لحسن برنامج 2 minutes to start. يا اهلا يا اهلا. ناديه ظهرت اخيرا. ما تقدرش تاخر على الحفله، دي بطله الكروكيه. اول مره تيجي النادي بعد الطلاق. مسكينه، اخذت الم جامد. يعني هي ما كانتش عارفه محمود؟ في الحقيقه ناديه برقبته. قدامي فوق. محمود بيها، محمود بيها، يا محمود بيها. وحشتني قوي يا محمود بيه. ماشي. امين؟ ايه اللي شلت انا كده؟ ده دي هانم في الكروكيه. ده دي هانم في الكروكيه. انت قدامي. سيف سنايبه. اهلا محمود بيه. اهلا وسهلا. تعال هنا. بص طيب قوي. السلام عليكم. رايح. تعال هنا اهو. مرحبا.